الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا 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 بالنسبه لي على الاقل. انا ده ميزان من 6 سنين، وكان قبله في واحد تاني مرحوم اترمى على طول، فاشتريت ده وبعدين اشتريت ده. ابو 6 سنين ده كان قبليه عندي ميزان جميل صراحة كنت بعزه قوي، فلقيته مرة واحدة الشاشة بتاعته دي ما بتنطقش، ساكتة ميتة. فاحيانا انتوا عارفين الواحد مهما كان ذكي مهما كان فطيم مهما كان مش عارفة ايه، بتلبسه كده طاقة هبل من ساسه لراسه ولا من راسه لساسه، يعني ايه ساسه. المهم جيت وبهبلي قمت ايه رامية، خلاص بقى الاشارة دي ما بتعملش نور ما بتعملش حاجة ما بتنطقش، يبقى خلاص هو كده مات خلاص. قمت شارية ده، لقيت بقى الارقام اللي هنا عمالة بتضعف تضعف تضعف. قمت قعدت في لحظة صفا مع اصحابي، قلت لهم الميزان كل ما اجيب الميزان يبوظ، انا مش عارفة اعمل ايه. قالوا لي البطارية بتتغير، قلت لهم ايه ده، هو في بطارية بتتغير؟ قالوا لي اه. قلت لهم ينفع؟ قالوا لي اه ينفع. قمت ايه فتحت الحتة دي وحاولت اطلع البطارية يمين شمال يمين شمال، مفيش خالص. قمت شايلة الميزان بحاله كده وديته عند الراجل بتاع الساعات اللي بغير البطاريات بتاعت الساعات، فخدوا مني وقام غير البطارية جوه، انا ما شفتش البطارية اللي بغيرها، واشتغلوا. فرحت جدا، يعني ده انجاز عظيم انا عملته. جه بقى تاني اتكتم مفيش، تقريبا هو حط لي البطارية اي كلام نص لبة فمفيش. قمت ايه سكت، حاولت انا افتح بقى وغير، معرفتش اغير برضو للمرة التانية. الانسان ركبته طاقة الهبل، انا ركبتني طاقة الهبل، قلت رحت زي الشاطرة اشتريت ده. ورائع ده بقى، فيه بقى الامكانيات، شايفين الشاشة كبيرة ازاي، بيدكوا بقى كذا حاجة. قلت بس هو ده اللي هيفضل معايا شوية، شهر كده ولقيت ايه لو ال او ال او ال او لو باتري، تيادي النيلة على كده. عملت ايه؟ قلت لا بقى خلاص، النصحة بقى رجبتني بقى وقتها، قلت لا بقى انا كده بقيت ناصحة وخلاص، فهغير البطارية. فتحت هنا قلت بس، حاولت ازقها مفيش فايدة، شايفينها متجرحة ازاي، مفيش فايدة. قمت ايه زي الشاطرة، الحمد لله الحمد لله، الوحي نزل عليا وقال لي روحي افتحي اليوتيوب واتفرجي هي بتتشال ازاي. فقمت فتحت اليوتيوب، قال لي هاتي سكينة، قلنا بس هنقتل هنقتل البطارية النهاردة. جبنا السكينة، قال لي اعملها ازاي، قال لي بس احط السكينة هنا على الحرف على الحرف وانطر بس كده بس كده بس كده، هو في اسهل من كده؟ حطيت السكينة ونطرت واهي البطارية، اهي البطارية. بس يا جماعة هنجيب بقى نغيرها ونجيب بطارية جديدة ونحطها، هو ده هو ده بس، يعني في بس كده.